وسهلا ومرحبا بكم في زوم. في زوم اليوم باش نعطيكم ارشادات كيفاش تحافظوا على صغاركم من اشعه الشمس. مع ارتفاع درجه حراره الطقس باش نحافظوا على سلامه صغيراتنا لازمنا نستعملوا ليكران الواقي الشمسي قبل الخروج من الدار نصف ساعه على الاقل، ونعاودوا نجددوه كل ساعتين. نتجنبوا التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر خاصه في اوقات الذروه. ارتداء القبعة على الرأس ضروري خاصة في الأماكن المكشوفة. ارتداء نظارة شمسية على خاطر أشعة الشمس فوق البنفسجية ما تأثرش على صحة البشرة فقط. كذلك ارتداء ملابس واسعة وفاتحة اللون متكونة وإلا مصنوعة من القطن، خاطر الملابس الضيقة والمصنوعة من البوليستير تمنع الهواء من وصول البشرة وتمتص أشعة الشمس وتزيد من إفراز العرق. ما تخليش صغيرك في السيارة خاطر هكاكة تنجم تعرضه لخطر الإصابة بضربة الشمس. ما تنسيش ترطيب الجسم بالمشروبات الصحية. زوم لليوم وفات، نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.